بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل معلمنا متى إصحاح 4. متى 4 بيبدأ بقصة تجربة ربنا يسوع له المجد على الجبل، وزي ما ابتدينا المرة اللي فاتت خدنا أول تجربة: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أنتوا عارفين أن أباء كثير ربطوا تجربة المسيح له المجد على الجبل بتجربة آدم في جنة عدن، لأن آدم جرب وسقط، أما آدم الثاني فجرب وانتصر. وكانت أول التجربة هي نفس النوع، حكاية البطن يعني أو الأكل، إن آدم أغري بالأكل، رأى الثمرة المحرمة إنها شهية للنظر وبهجة للعيون، فمشي وراء كلام الشيطان. ربنا يسوع له المجد بالرغم من الاحتياج الجسدي الجوع رفض ياخد من إيد الشيطان، كانتصار للبشرية على تجربة شهوة البطن أو شهوة الجسد. وأباء الكنيسة قالوا أول الطريق الروحي هو موضوع الأكل والشرب، أول الطريق الروحي، عشان كده في ضرورة لحكاية الصيام دي، لأن قبل ما تحارب الكبرياء وقبل ما تحارب شهوات الفكر وقبل ما تحارب الطمع وقبل ما تحارب الإدانة كل ده في حرب قبل كده، إنك تضبط جسدك. واحد من القديسين يقول: اللي معرفش يضيق على بطنه ولسانه لم يعرف بعد الطريق إلى الباب الضيق. الباب الضيق باب السماء، فاللي لسه ما بيضيقش على نفسه في الكلام وفي الأكل يبقى سايب الحكاية كده مرحرحة شوية، يبقى لسه معرفش سكة السماء. كنيستنا تساعدنا أنها تملى لسنة أصوام، لأن الصوم بيضيق على الواحد، فيبقى الكنيسة بتحشرك حشرة كده عشان تمشي في سكة الباب الضيق، حتى لو انت اهملت الفكرة يجي الصيام يفكرك بيها، ان اول الطريق الروحي هو ضبط الجسد بدرجاته المختلفة، كل واحد حسب قامته وحسب استعداده. انما جو الصوم يخلي الواحد يمشي وراء ربنا يسوع في حتة ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. دي بداية المعركة الروحية، انتصار الروح على الجسد يبدأ بأنك تضبط الجسد وتخليه يخضع للروح. مش كل ما يقول جعان يأكل، مش كل ما يقول عاوز ياخد، لا كده يبقى الجسد هو الرئيس. إنما الروح عشان يقود الإنسان الروح القدس لابد أن يخضع الجسد لروح الله. فخضوع الجسد لروح الله يبدأ بالصوم، بالزهد، بالتقشف شوية، بالسجود، بالوقفة، بالسهر. كل تعب جسدي أو كل تضييق جسدي بحكمة يكون بداية للطريق الروحي أو بداية لانطلاق الروح من سجنه. ومن هنا جات أن دي أول تجربة ربنا اختارها أنه يدخل فيها وينتصر لحساب. وزي ما قلنا ربنا يسوع له المجد انتصر على الفكرة أو الإغراء ده، مش بقوة لاهوته بس انه يطرد الشيطان، انما ببساطة بآية من الكتاب، عشان يعلمنا ان كل فكرة ردية ممكن الواحد يطردها ويقاومها بفكر روحي. فلما الواحد ينشغل بكلمة ربنا، يحفظ كلمة ربنا، تحفظه كلمة ربنا، تساعده انه يرد ويصد كل فكرة بطالة. كلنا بنتحارب، كلنا لازم هنفضل نتحارب لآخر العمر، إنما مين اللي بيغلب؟ اللي متسلح بكلمة الله. عشان كده الكتاب قال سيف الروح الذي هو كلمة الله، لأن لما الواحد بينشغل بكلمة ربنا بيعرف يصد الفكرة الوحش. لو أنت حافظ آيات ومواقف والإنجيل شاغل عقلك وقلبك، بسهولة هتلاقي الخطية تقع قصادك. لو الإنجيل بعيد قوي عن دماغك تلاقي الفكرة الغلط تيجي وتعشش وتزيد وتكبر وتغلبك.
ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. دي كانت سفر التثنية. فربنا يسوع عاوز يقول إنه حتى بيرد كأنه شخص يهودي، كأنه شخص يهودي عادي حافظ الكتاب وبيرد من الكتاب المقدس. وهي أيضا حكمة إلهية إنه يخفي لاهوته عن عدو الخير. كثير من القديسين، القديس جيروم والقديس أغسطينوس، أغلبهم لقوا أن ربنا يسوع قاصد يحير الشيطان. لما صام 40 يوم قالوا لو صام أكثر من كده كان الشيطان قال لا ده مش إنسان عادي. إنما صام زي إيليا وموسى عشان يفضل برضه في درجة الإنسان العادي، ما يحسسش الشيطان أنه أكثر من كده. وكونه جاع أخيرا تأكيد أن ده احتياج الناسوت الطبيعي، لأنه له ناسوت طبيعي، له إنسانية طبيعية بتجوع. وكمان في الحرب كونه بيرد بآية من الكتاب المقدس، ده ممكن أي إنسان يعمل كده. فيظل الشيطان محتار ويتساءل إن كنت ابن الله، ومش قادر يتأكد، لأن تواضع المسيح فوق إدراك الشياطين، لأن ما عندهمش حكاية التواضع دي. فهنا بحكمة إلهية ربنا أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وجرب كعبد. لم يجرب كسيد لأنه لا يمكن أن يجرب كسيد. إزاي الشيطان يجرب ربنا كإله؟ مش هينفع. لكن ربنا بتجسده لأنه أخذ صورة عبد ووجد في الهيئة كإنسان، جرب كإنسان. ثم أخذه إبليس، ليأكد لنا نفس المفهوم، منين إبليس هيقول للمسيح تعالى يمشي، ما هو كأنه إنسان، إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. الخدعة الثانية أو التجربة الثانية هي مأخوذة بقى من الكتاب المقدس، وده بقى حيلة أصعب من الشيطان، أنه يحارب الواحد فينا من كلام الكتاب. لما لقى المسيح بيرد عليه من الكتاب قام جاب له آية من الكتاب. بس شوفوا بقى، مش كل واحد يستخدم آيات الكتاب بيستخدمها في مطرحها صح، فهو اشتأن وبيستخدم آيات الكتاب المقدس. فقال له إيه؟ قال له اطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب يوصي ملائكته بيك على أيديهم يحملوك كي لا تصدم بحجر رجلك. صحيح المزمور بيقول كده، يوصي ملائكته بيك ولا تصدم بحجر رجلك، بس المزمور ما قالش ارمي نفسك إلى أسفل. إذن هنا تفسير خطأ لآية سليمة. يبقى الشياطين ممكن تتعامل بآيات، ممكن واحد ياخد آية وبعدين يقعد يحللها لنفسه ويطلع منها بمفاهيم ويستحل بيها حاجات غلط ويقول ما الآية بتقول، وهو الآية بتقول بس انت فاهمها غلط أو انت بتفسرها على مزاجك. فعدو الخير ممكن حتى يستغل الآيات مع المتدينين، عاوز حرص وعاوز حكمة إلهية، وعاوز الواحد يبقى حافظ الآية وفاهم غرضها صح، فاهم الروح القدس قصد بيها إيه، مش بيفسرها على هواه. فحيلة اللعب بالآيات دي حيلة مشهورة بدأها الشيطان نفسه، مش بس الناس اليومين دول ممكن يستخدموا الآيات ويقولوا أفكار غلط، ده كمان الشيطان نفسه استخدم الآيات. كمان المعركة الثانية هي معركة المجد الباطل يسموها. ايه غرض الشيطان ان يقول واحد اطلع وارمي نفسك والملائكة تشيلك؟ هو الغرض منها ان الناس تتفرج على العظمة، وانه يديله نوع من الكرامة الزائفة والمجد الباطل. وده اغراء يتحدى كل انسان، ان الشيطان يجي عاوز ينفخ الواحد كده ويقول له انت اصلك ما حصلتش، وانت 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 احسن من كل الناس، وانت بس لو الناس تعرف اللي بتعمله، ويضحك عليه، يضحك عليه بكلمتين. لو الواحد ادى عقله للكلام ده يضيع. والحقيقة هي نفس برضو الخدعة اللي خدع بيها آدم. الشيطان جه وقال له ايه؟ قال له آدم وحواء تصيران مثل الله. يعني مش بس الحكاية ابتدت بإغراء أكل، كان فيها إغراء مجد، هتاخدوا مجد ربنا. أم آدم وحواء وقعوا في الخية وصدقوا الشيطان، مع أن ربنا
كان عاوز يرفعهم ويديهم ويشركهم معاه في أبديته، إنما هم تخلوا عند كله بإغراء وبحيلة من الشيطان. إن كنت ابن الله برضو كل تجربة أو كل حيلة من إبليس غرضها تهز ثقتك في بنوتك لله. يعني إحنا بنتجرب زي ربنا طبعا فتح لنا الباب، بس مش باب التجارب، باب النصرة في التجارب. فالشيطان يجي يقول لك لو كنت ابن ربنا ليه جعان؟ ليه في مشاكل؟ ليه في هموم؟ ليه في أحزان؟ لو كنت ابن ربنا كانت الدنيا كلها تشتغل لك. فيجي الرد يقول له مين قال لك ان الحكاية اكل وشرب؟ انا عايش بكلمة ربنا حتى لو جعان. يوم يجيب الشيطان فكرة تاني يقول لك لو كنت ابن ربنا فين مجدك كابن ربنا؟ فين العظمة بتاعت اولاد ربنا؟ فين الكرامة؟ فيجي الرد يقول ايه هنا؟ فقال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. يبقى لما تجيلك فكرة الكرامة الزائفة دي او المجد الباطل اطردها بسرعة، لانها حيلة ردية ولانها زائفة. ليه زائفة؟ احنا شوية تراب. في انجيل لوقا يقول ربنا يسوع لو عملنا كل البر، لو عملتم كل البر قولوا انما نحن عبيد بطالون ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمله. ده في حالة ايه؟ لو عملنا كل البر نطلع عبيد بطالين. طب لو ما عملناش كل البر نطلع ايه؟ طب الحكاية صعبة. فعلى ايه الواحد هيفتخر؟ يوم ما تصلي شوية كويسين قل لنفسك ده الانجيل بيقول صلوا كل حين، عملت ايه؟ يوم ما تدي شوية عطاء زيادة تلاقي ان الانجيل بيطلبك ادي كل شيء، ترك كل شيء وتابعه. طب انت عملت قد ايه في دي؟ يوم ما تشكر شوية زيادة افتكر الانجيل بيقول اشكروا في كل شيء، يبقى لسه بدري برضو. يوم ما تمسك لسانك عن ادانة الناس افتكر انه لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكلون يكل لكم. لسه ادانة الفكر ولسه حاجات كثير. فالشيطان لما يجي يضحك على الواحد بحتة انه بقى حاجة، انه يعني الملائكة هتشيله كأنه يعني بقى قديس من القديسين الكبار، يقول له ما لا تجرب الرب إلهك. ليه بقى ربنا يسوع رد وقال لا تجرب الرب إلهك؟ لأنه في ناس الشيطان يضحك عليها ويقول لها ايه، ارمي نفسك في الغلط وربنا لو عاوز ينقذك. في ناس يضحك عليها بالفكرة دي، امشي في سكة الغلط ولو ربنا عاوز ينقذك يعطلك. لا، دي بقى اللي ينطبق عليها لا تجرب الرب إلهك. لأن في واحد يقول طب ما في ملاخي بيقول هاتوا العشور وجربوني، يعني نجرب ولا ما نجربش ربنا؟ دي ليها معنى ودي ليها معنى. تجرب ربنا في وصية مش تجرب ربنا في خطية. يعني ايه؟ يعني ما تقولش انا هكذب وربنا يستر عليا. لا، ربنا لا تجرب الرب الهك. تكذب تقع في شر اعمالك، تسرق تقع في شر اعمالك. ما تجربش ربنا وتقول هرمي نفسي وبعدين يبقى يبعت الملائكة. طب هو ترمي نفسك دي حاجة صح؟ انما جربوني اللي جات في نبوة ملاخي مقصود بيها اختبروني، شوفوا انا فعلا بعمل اللي انا بقوله ولا لا. بقول لكم اللي يجيب العشور هفتح له قوى السماء وهنزل عليه خير ما كانش يحسب له. جربوني هنا بمعنى ايه؟ صدقوني، صدقوني في وعودي. فهنا كلمة جربوا ربنا دي في وصيته. جرب ربنا لو انت عشت وديع متواضع تجد راحة لنفسك. جربوني، جربها دي. انما تيجي تعمل حاجة غلط وتقولها جرب، لا، لا تجرب الرب إلهك في الغلط. ما ترميش نفسك من سابع دور وتقول يمكن ربنا يعمل معجزة ينقذني. لا، لا تجرب الرب إلهك. ما تسلمش نفسك فريسة للشيطان وتمشي في سكة غلط وتقول ربنا قادر يبعث ملائكته ينقذوني. طب ومين قال لك تبتدي بالغلط أساسا؟ هنا لا تجرب الرب إلهك. يبقى في فرق بين هنا وبين نبوة ملاخي كلمة جربوني. كانت أول مشكلة أو أول خطية الشيطان حابب يوقع فيها ربنا يسوع له المجد هي شهوة الباطل. ربنا يسوع غلب. تاني إغراء كان المجد الباطل وشيل الملائكة. كمان قالوا فيها بعض القديسين
دي تمثل الحياة السهلة. كون المسيح بدل ما ينزل على الجبل وتصطدم بحجر رجله، قال له ارمي نفسك والملائكة تشيلك. على ايه التعب؟ على ايه تاخدها خطوة خطوة ورجلك يمكن تتجرح وانت نازل؟ ما تسيب نفسك والملائكة تشيلك. اغراء الحياة المرفهة او الحياة السهلة. ففي واحد يقول طب انا مشيت مع ربنا لقيت المشاكل ما بتتحلش، ومشيت مع ربنا لقيت ان برضو فيه متاعب في الحياة. طب هو مين قالك ان الحياة مع ربنا تدي راحة زمنية جسدية؟ مين قال كده؟ ده ربنا يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق، ما قالش، ما وعدش بحياة مرفهة على الأرض، وعد بالحياة الأبدية، وعد بحياة داخلية فيها سلام فيها فرح، لكن من الخارج في صليب في ألام. فهنا في إغراء أحيانا يجي بالحياة السهلة، الشيطان يجي يدخل من مدخل إن الناس كلها عايزة ترتاح، فيبقى إيه يغريك بفكرة الراحة اللي تمشي فيها ورا الشيطان. ما هو كده كلام شياطين. اللي يمشي ورا ربنا يسوع له المجد ما يختارش الراحة، يختار التعب، لأن ربنا يسوع مرضاش ينزل كده من على الجبل بالراحة، نزل خطوة خطوة ونزل بتعب وبعرق ونزل عادي، زي ما مختارش يأكل من إيد الشيطان خبز معمول من الحجار، قالوا لا خليني جعان وخلينا أكل كلمة ربنا ونبقى نأكل خبز عادي لما نرجع. كمان هنا ما نزلش بمعجزة، لأن ربنا ما يعملش معجزة عشان يريح الإنسان، ربنا يعمل معجزات من أجل خلاص الإنسان، لكن المعجزات مش تسهيل للحياة الزمنية، المعجزات طريق لخلاص النفس. لأنه مكتوب يوصي ملائكته بيك على أيديهم يحملوك لكي لا تصدم بحجر رجلك. طب إيه تفسير الآية في أصلها؟ تفسير الآية في معناها كما قصدها المزمور، إنك لو تزحلقت ما تعولش الهم، ربنا يبعث ملائكته يشيلوك، مش بقى لما ترمي نفسك، لا، ما تعولش هم حاجة، حتى لو نازل على جبل يوصي ملائكته بيك، حواليك حراسة وفي ملاك حارس بيأمن خطوتك. مش بنقول لك ارمي نفسك، ومش بنقول لك عيش حياة سهلة، إنما بنطمنك. المزمور يعني بيقول لك ربنا حارسك بملائكته، فلو اتزحلقت هتلاقي الملائكة شايلينك. ويقال إنها كانت بتحصل في حياة بعض القديسين، مثلا واحد زي القديس تكلة هيمنوت الحبشي، كم مرة نازل من على الجبل وتزحلق، فبدل ما يزحلق كده حاجة ضخمة يعني ويتكسر خالص، لقوا ملائكة شايلينه فعلا منزلينه. ده في حالة الحياة الطبيعية، ان ربنا وكل واحد فينا يحس بدي في يوم من الايام، تبقى في حادثة هتحصل وفجأة كده ربنا ينقذ الموقف، تحس تقول فعلا موصي ملائكته عشان لا تصدم، ما تخبطش العربية ولا ما تخبطش رجلك، ولا كان ممكن فرق ثانية ولا فرق لحظات كان ممكن العمر يروح. إذا كل واحد منا ممكن يكون ده الآية دي بحتة حراسة الملائكة وتوصية ربنا علينا، لكن مش معناها الواحد بقى يرمي نفسه في المشاكل ويقول يا رب انقذ. قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا. فلاحظوا أن كل تجربة كان لها موقع. التجربة الأولانية كانت في البرية وقت ما كانش في أكل وشرب وكان في جوع، فاستغل وقت الجوع ودخل يتكلم في الأكل. التجربة الثانية في مكان مقدس على جناح الهيكل، يعني حتى جوه الكنيسة ممكن الشيطان يقعد يلعب في ودان الواحد كده ويجيب له فكر إدانة، يجيب له فكر تجديف، يجيب له فكر غضب، يجيب له فكر غلط، برضو تحارب حتى لو مكان مقدس. وبعدين خده على جبل عالي جدا عشان يبقى كاشف الدنيا من تحته كده، يعني مساحة ضخمة. وأراه جميع ممالك العالم ومجدها. المنظر من فوق الجبل بيخلي الواحد يشوف مدن كاملة، مدن بغناها بمجدها. وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. أو ده إغراء مشهور جدا، انه الانسان فينا يخدع، لو مشيت ورا الشيطان هتكسب، دي مشهورة الحكاية دي،
في الأشغال تلاقيها، في العلاقات الإنسانية تلاقيها، في الغش والسرقة بتلاقيها. مشهورة أوي إنك تمشي ورا الشيطان، تعمل حاجة غلط يعني تخر وتسجد له، ساعتها تكسب، تكسب غنى أكتر وأكتر. إذن دي نسميها ممكن حرب القنية أو حرب الطمع أو حرب التملك أو شهوة العين، إنه إيه بيغري عينك بحاجة أنت ما تطلهاش بالسهل بالسهل كده، يقول لك طب أنت ممكن تاخدها بس إيه بطل بقى تمشي ورا ربنا وامشي ورا الشيطان، اعمل الحاجة الغلط. فربنا يسوع له المجد بيتحارب الحروب اللي احنا بنتحارب بيها عشان يورينا نغلب ازاي. آدم حين جرب بمثل هذه التجربة، ما هو برضو تصيران مثل الله، فيها المجد الباطل وفي شهوة التملك، هتاخدوا مكان ربنا تبقى انتوا اصحاب الجنة، تبقى انتوا كل الحاجة بتاعتكم انتوا، فيها اغراء كده بالاقتناء والتملك. وآدم وحواء وقعوا في الخطية، سمعوا كلام الشيطان وخروا له، خروا له بسبب طاعتهم ليه. ما هو السجود ده نوع من الخضوع، الخضوع لإرادة الشيطان أو الخضوع لإرادة ربنا، السجود معناه كده. حرب القنية دي الاقتناء يعني، دي برضو بتحارب كل البشر من أصغر طفل يمكن لأكبر شيخ، إنك تقول دي بتاعتي أو أنا عاوز دي، وتبقى حاجات كلها احنا عارفين انها تزول، لانه باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. انما تلاقي كل الخناقات اللي في الدنيا على مقتنيات، فوق تبصوا حواليكوا كده تلاقي اغلب الخناقات يا على اكل يا على كرامة يا على مقتنيات، اللي هي الثلاث تجارب. الناس بتتخانق على لقمة العيش، او بتتخانق على الكرامة والمركز والقيمة، يا بتتخانق على القنية الممتلكات الماديات. تلاقي الاخوات يقعوا في بعض، وتلاقي البيوت تقع في بعض، وبلاد كاملة تقع في بعض، وقيادات كبيرة، حرب صعبة ترحمش حد. ربنا يسوع له المجد يرد، أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ربنا يسوع حل الإشكال إزاي أو الإغراء إزاي؟ إن في مبدأ في الحياة، أنا بتاع ربنا، أنا ما بسجدش غير لربنا، أنا ما بقولش حاضر غير لربنا. وبيعلمنا كده ربنا يسوع، بيعلمنا نقول كده، أي كلام في أي غلط هي لأ يعني لأ. يجي حد يقول لك تسرق، تكذب، تغش، تأذي، لأ، تخاصم، تكره، لأ. ليه؟ للرب إلهك تسجد، إياه وحده تعبد. أنت بتاع ربنا ما تعرفش تعمل غير الصح، تقول كلمة حق، تحب الناس، تسيب حقك، تتعب، تتنازل، إنما ما بتعرفش تغلط لأنك بتاع ربنا. فالسجود لله وحده معناه إيه؟ مش مجرد الواحد يحمي رأسه، معناه إن الحياة كلها ملك ربنا، إحنا ملك ربنا عن حق، لأن ربنا اللي خلقنا. فما يصحش انك تعيش للشيطان، انت من حق ربنا عليك انك تسجد له، انك تعيش ليه، للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ما ينفعش يكون لك الهين، ما ينفعش مرة تقول كلمة حق ومرة تقول كلمة باطل، ما ينفعش ترضي الناس في الغلط وتيجي ترضي ربنا في الصح، ما ينفعش يبقى لك وشين، وش جوه الكنيسة وش في الشارع. الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ اللي عاوز يمشي ورا ربنا يسوع وينتصر على الشيطان يبقى عنده حكاية وحدك، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وحده، لك وحدك يا رب أخطأت، ولك وحدك أعود، ولك وحدك أسجد، أنت رب الكل في الكل. ومن هنا تيجي الكلمة اللي اتقالت في العهد القديم، لأن الرب إلهك إله غيور، ما يحبش يبقى معاه إله تاني أبدا. ربنا يصعب عليه ان الواحد فينا يمشي معاه شوية وبعدين يمشي مع غيره شوية. ليه؟ هو ربنا قليل؟ هو ربنا مقصر عشان ندي ودنا وعقلنا الناس لشياطين او افكار غلط؟ حرب القنية، حرب المقتنيات دي ليها اشكال كتير قوي. حرب الطمع تخليك تيجي بقى الشيطان يقول لك ده حقك، ده حق اولادك، الموضة الجديدة يقول لك ده مش حقي، ده حق اولادي، وفي الاخر تعمل ايه؟ تكره وتعادي، تدخل في قضايا وتخاصم وتجري ورا حق أولادك.
ثم انت بتعمل ايه كده؟ عاوز تاخد هذه جميعها، يعني اغراء من الشيطان برضه. طب انت نسيت ان ربنا بيقول لك اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. تجري وراها ليه؟ قال لك ما تجريش وراها، انا هجري لك وراها، جيبها لك لغايه عندك واجيب لك اكتر منها. انما انت بتجري وراها ليه؟ لانك عينيك متاخده في الدنيا. واحد من القديسين تصورها ازاي؟ قال اصل الشيطان خد ربنا يسوع فوق خالص، بس خلى عينيه بصه فين؟ تحت، عشان ينبهر بمجد الدنيا وملكها. أم ربنا يسوع له المجد كان العلاج البسيط، عمل ايه؟ عمل كده، قال له للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. الشيطان عاوزك يرفعك قوي بس خلي عينيك تحت، يعني يفضل يرفعك بس تفضل عينيك لتحت تبص على الارض. انت قول له انا مش عاوز اترفع، انا خليني على الارض بس خلي عيني لفوق. كده اغلب الشيطان، حتى لو بقيت اقل واحد على الارض انا عيني لفوق، انا عاوز السماء، انا عاوز ربنا. انما واحد يرفعه لغايه السماء وعينيه للارض هيندب على الارض ويضيع. اللي قاعد على الارض ده متواضع وغلبان عينيه في السماء، ده هيصعد مع المسيح في الاخر. حاجه كمان هنا تبانوا بقى، تبان حكايه ان الشيطان كذاب، وزي ما قال عليه ربنا يسوع وابو كذاب. ليه؟ قال له اعطيك هذه جميعها. الشيطان عمره، او يعني في عمره ده كله ما التزمش بالكلمه دي ابدا. كل واحد يضحك عليه وفي الاخر ايه؟ يديله شبر في الارض. اعطيك هذه جميعها، يبقى يضحك على ملوك وعلى اباطره وعلى اغنياء وعلى حكماء وعلى فهماء، ويقعد يغريهم هديلك واديلك واديلك، وفي الاخر خدش حاجه خالص، هو شبرين في الارض وشويه تراب، ويجي اللي بعده يضيع اللي عمله ويسيبها وتسيبه الدنيا، والشيطان يفضل يضحك الى الابد على النفوس اللي ضاعت وصدقت الكلام. ليه؟ لانه كذاب. هنصدق الكذاب ولا نصدق الصادق الهنا القدوس اللي معاه الحق، اللي لما بيقول لك اعطيك ملكوت السماوات هو صادق، واطلبوا ملكوت الله وبره، ويقول ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت، امين في وعوده. انما الشيطان كذاب، في الشيطان ابدا التزم بوعد ابدا. لكن الوعود كثيره قوي وسهله قوي على الشياطين، والشياطين دول بيتكلموا على افواه بشر. الشيطان مش بيجي لك في حلم يعني شيطان اسود كده، لا، الشيطان بيتكلم على لسان الناس كل يوم، والاعلانات والدعايه والعلاقات تلاقي الشياطين عماله تبهر الناس وتاكل عينين الناس، وعينين الناس هتطلع من دماغها. وفي الاخر كل ده ايه؟ أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. واللي يمشي وراه في الآخر يخسر كل حاجة. الحكيم هو اللي يمشي ورا المسيح له المجد، ويقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. تبان إزاي في حياتنا كمان التجربة دي؟ تبان في أولوياتك. يعني إيه؟ في واحد عقله رايح في شغله والفلوس، وفي الآخر بيدي 5 دقايق 10 دقايق لربنا كده يعني يخدر ضميره. لا، انت كده غلطان، انت مرتب اولوياتك غلط. هتقول اصل وفصل، بص رتب اولوياتك صح. ولادك ربنا مسؤول عنه، وانت ما تضمنش لا صحتك ولا عمر اولادك ولا اي حاجه. ليه بقى عمال تقول اصل عاوز اسيب حاجه لاولادي؟ وهو دي اللي هتسيبه شويه تراب؟ طب ما تسيب ايمان، ما تسيب محبه، ما تسيب قداسه، ما تسيب قدوه حسنه، ما تسيب سيره صالحه، ما تسيب طريق واضح للملكوت يمشوا فيه اولادك، اغلى مليون مره من اي فلوس تسيبها. انما احنا نعمل زي ما الناس بتعمل، نقعد نحوش نحوش نحوش، والشيطان فرحان بالحكايه دي، وفي الاخر الناس مشغوله تماما عن ابديده. وبعدين الشيطان يسمح لنا كده بدقائق عشان بس ضميرك ما يوجعكش. لكن في الحقيقه فين للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد؟ يعني تقدر تقول تحب الرب إلهك من كل قلبك؟ طب الفلوس واخدة قد إيه من قلبك؟ والمقتنيات واخدة قد إيه من عقلك؟ يعني في واحد تدخل دماغه تلاقي بقى أطيان وأراضي وعربيات وفلل وبورصة وفلوس وتلاقي يمكن 1% رايح للصلاة، وجوه الصلاة سرحان في الحاجات دي برضو. ده ينفع يقول لربنا أنا بحبك من كل القلب ومن كل العقل؟
هيقول له على مين بقى؟ ما ينفعش الكلام ده. فين وحدك دي؟ وحدك دي هي اللي تدي القدرة ان الواحد يغلب الشيطان. الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أغلب الناس دلوقتي بتعبد أكتر من إله. حتى احنا المسيحيين بنعبد ربنا يسوع له المجد إلهنا الصالح، ولكن أيضا نضعف والفلوس تشغلنا زيادة. طب ما هي عبادة مال، والمراكز تشغلنا زيادة، ما هي عبادة مركز، والأكل والشرب والجسديات والراحة، طب ما هي عبادة جسد. يبقى كده إيه؟ ما عادش في حكاية إياه وحده. برضو اتقال لأنه مكتوب، يعني اللي ماشي على المكتوب ومذاكر كويس وحافظ كويس ومشغول كويس بسهولة هيرد وهيصد. وهنا يتقال ثم تركه إبليس. إبليس احتار فيه مش عارف يغلبه. ده آدم غير آدم خالص. آدم الأولاني وقع بسهولة، آدم الثاني ما بيقعش خالص، ما بيقعش. فتركه إبليس. برضو لما جت حكاية ثم أخذه إبليس ثم تركه إبليس، في إنجيل آخر يقول تركه إلى حين. ده مش معناه أن الشيطان لو سابك خلاص كده انتصرت للآخر، لا، هيرجع لك تاني. وفضل الشيطان يحارب ربنا يسوع له المجد لغاية لحظة صليبه، وهو على الصليب يقول له على فم رؤساء الكهنة اليهود إن كنت ابن الله انزل عن الخشب. ما دي تجربة برضو، هي زي بالظبط ايه، ان كنت ابن الله ارمي نفسك الى اسفل خلي الملائكه تشيلك. هي نفسها انزل عن الخشب، يعني بلاش تعب، بلاش الم، بلاش بهدله. الشيطان يعرف كده طريق سهل، ولكن ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه. ثم تركه ابليس واذا ملائكه قد جاءت فصارت تخدمه. لما الواحد بيمشي ورا كلام الإنجيل وينتصر على نفسه، معارك دي كلها ممكن تبقى داخل القلب مش معارك خارجية. الأصوات دي بتحصل جوه الواحد من جواه، صوت محبة الكرامة ومحبة الجسد ومحبة المقتنيات، دي معركة داخلية. لما الواحد بالصلاة وبكلمة ربنا وبالصوم يغلب عدو الخير اللي بيصارعه ده، الملائكة تخدمه، يعني يتمتع بعشرة الملائكة، يتمتع بجو سماوي. لما يدخل يصلي يحس التعزيات وبأفراح كأنه في السماء. ليه؟ لأنه خلاص بقى إيه، عيشة ملائكة. لأن الملائكة ما يتخدعوش في الكلام ده. ربنا يسوع قال لما توصلوا السماء يكونون كملائكة الله. كملائكة الله من ناحية إيه؟ إن هم لا الأكل يفرق معهم، ولا الفلوس تفرق معهم، ولا المراكز تفرق معهم، خلاص زي الملائكة، حاجات دي ما تفرقش معاهم. فهنا صارت ملائكة تخدمه، جات الملائكة تخدمه. طب أنهي أحسن؟ إنك تمشي ورا كلام الشيطان حتى لو جالك منه شوية كرامة، ولا شوية شبع، ولا شوية فلوس، ولا تعيش عيشة ملائكة ربنا بيخدموك؟ أنهي عز أكتر؟ وبعدين تلاحظ الشيطان وعد، قال يوصي ملائكته بيك، وهو كذاب، ما كانش هيحصل. ولما الواحد سمع كلام ربنا ما سمعش كلام الشيطان، الملائكة فعلا جم يخدموا عليه. يبقى الشيطان كان بيخدعه بطريقة غلط، لكن قال له في سكة تاني ان الملائكة تخدم عليه، ان انا اسمع كلام ربنا اعمل اللي هو عاوزه. لما اعمل اللي هو عاوزه اعيش وكأن الملائكة شايلاني من على الارض. صارت ملائكة تخدم. طبعا الكلام ده قيل لينا ليه؟ ربنا يسوع له المجد قدوس، مش محتاج ده كله. كل اللي عمله عمله لينا احنا، عشان احنا اللي هنعيش في الدنيا زيه وهنتجرب الحاجات دي. عندنا دلوقتي حل صريح واضح لكل اغراء. الجسديات قدامها حل تاني واضح، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. نشغل بالروحيات وبكلمة ربنا تغلب الجسديات والحح. عندنا حل لموضوع الكرامة، لا تجرب الرب إلهك، استنى الكرامة تجيلك من ربنا، ما تجريش وراها، هتجري وراها هتزلك، تجري منها هتجري وراك. عندنا حل للمعركة الثالثة بتاعت المقتنيات والطمع والماديات، إياه وحده تعبد. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ربنا هو الكل، ربنا هو رأس مالك، هو غناك، الباقي يجي لوحده.
هذه كلها تزاد لكم. الحلول دي هي فلسفة الحياة الروحية، مبادئ الحياة الروحية، مبادئ النصرة على كل فكرة متعبة وكل حرب ردية. وكل يوم الواحد بتحارب بالحاجات دي، والآخر العمر يفضل يتحارب بالحاجات دي. وفي ناس تكسب وفي ناس تخسر، ناس كثيرة خسرت. يعني واحد زي يهوذا لما قاله الشيطان وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي، خر وسجد له وضيع مركزه اللي كان النهاردة يبقى وسط الملائكة كوكب في السماء، ضيع ده كله. بقية الرسل لا، ما تغلبوش من الشيطان في الحتة دي، وكانت الفلوس تحت رجليهم مش فوق رأسهم أبدا، إنما يهوذا حط الفلوس فوق رأسه فوقعته خالص وضيعته. إذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. ربنا يسوع له المجد بدأ خدمته بالمعمودية على يد يوحنا زي ما شفنا في صح 3، وبعدين بالصوم في الجبل ومعركة مع الشيطان تجربة، وبعدين بدأ الخدمة عشان يورينا برضو الحياة المسيحية تبدأ بالمعمودية وبعدين تستمر بالجهاد بالصوم، الحياة كلها صوم وصلاة. الحياة اللي فيها صوم وصلاة هي اللي تغلب الشيطان، وعشان كده دايما في الصوم الكبير كنيسة تقعد تمتعنا بحكاية الصوم والصلاة هما اللذان يعملوا 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 يعملوا، لأن ربنا يسوع هو القدوة في كل شيء. اعتمد عشان احنا نتعمد، صام وصلى عشان نصوم ونصلي، غلب الشيطان عشان نغلب الشيطان، بعد كده بدأ خدمته عشان نخدم ونبشر. فيبقى احنا ماشيين في نفس المسار اللي مشي فيه ربنا يسوع. انصرف إلى الجليل. ربنا يسوع اتولد في بيت لحم اليهودية في بلاد يهوذا تحت في الجنوب، انما ربي او تربى في الجليل في الشمال، ورجع تاني يخدم. بداية خدمته كانت في الجليل، ولقب بأنه جليلي أو ناصري، لأن البلد اسمها ناصرة الجليل، ناصرة دي القرية والجليل دي المنطقة، فإما يقال عنه ناصري أو جليلي لأن لغته ولغتهم كلها بسيطة، ودي البلاد اللي عاش فيها ربنا يسوع. وهنا ملحوظة مهمة، أن ربنا بدأ خدمته وسط الفقراء وسط البسطاء، انتهت صحيح في أورشليم وما حرمش الأغنياء والحكماء من الخدمة، لكن كان أقرب للفقراء والبسطاء. ابتدى خدمته وسط الناس الغلابة اللي أغلبهم مش متعلمين، وأغلبهم فئات بسيطة، صيادين ونجارين ومزارعين ورعاة، كلها فئات بسيطة عايشين في بساطة في قرى. وترك الناصرة وأتى وسكن في كفر نحوم. كفر نحوم دي يمكن أكبر قرى في الجليل، ودي قرية كان يسكنها عدد كبير من غير اليهود، وكانوا شايفين نفسهم شوية أكتر من اللي حواليهم، يعني يعتزوا بنفسهم شوية بتوع كفر نحوم كأنهم هم البندر يعني، والباقيين دول القرى أبسط منهم. ربنا يسوع مرجعش الناصرة يخدم، لأنه قال بعد كده ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وسط أهله، لكن راح كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم. مين زبولون ونفتاليم؟ دول أولاد يعقوب، دول أصباط من الأصباط ال 12. بلاد كنعان، بلاد فلسطين، وزعت على الأصباط ال 12 في عصر يشوع تلميذ موسى حوالي القرن 14 أو 15 قبل المسيح. اتوزعت الأصباط بالقطع كده والأراضي على الأرض، وتحت كانت من نصيب يهوذا، سبط يهوذا اللي اتولد منه المسيح له المجد، وجزء من سبط بنيامين، وفوق الأصباط الأخرى. سبط زبولون ونفتاليم دول كانوا متطرفين كده فوق في الشمال، واختلطوا بالأمم. كل الجزء الشمالي ده زي ما تقولوا ايه، كانوا أقل تدينا واختلطوا شوية بالأمم، فلقبت المنطقة دي جليل الأمم، يعني مش الجليل بس، بقى اسمها جليل الأمم. الأمم طبعا إشارة لغير اليهود. لكي يتم، إنما معلمنا متى بقى بحكمة الروح القدس اللي فيه، قال الكلام ده سبق وأشعياء قال أن ربنا يسوع هيبتدي خدمته في منطقة أقرب إلى ما بين اليهود والأمم،
فيقول ايه ما قيل بأشعياء النبي القائل أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. دي النبوة زي ما هي كده من سفر أشعياء. شوفوا دقة النبوات حاجة معجزية جدا. أشعياء قبل المسيح بحوالي 800 سنة لما يتنبأ بدقة فين حتى المكان اللي هيتحرك فيه ربنا يسوع ويبشر في الأول نور ربنا يسوع هيبتدي فين يقوم يقولها بالضبط. هو نفسه اللي قال هيتولد من عذراء، هو اللي قال هيبقى اسمه عمانوئيل، هو اللي قال كشات يساق إلى الذبح، هو اللي قال أحصي مع أسما. دقة النبوات تؤكد أنه يعني ربنا يسوع له المجد كل شيء مرتبه من الأول. فنشوف النبوة بتقول إيه، أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر يعني المكان اللي على ناحية البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في ظلمة نزل بطبعهم مش متدينين بعاد عن الهيكل وعن أورشليم وعن رجال الدين فناس بسطاء ويعني الدين عندهم على قده وجالسين في ظلمة لأن زيهم زي غيرهم ما يعرفوش لسه يعني النور الحقيقي ربنا يسوع أبصر نورا عظيما كأن ربنا يسوع هو بيتمشى كده على البحر في البلاد دي أشعياء شافوا قبلها ب 800 سنة وشايف نور جاي على البلاد دي فبيقول الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. إيه كورة الموت وظلاله؟ العالم كله قبل المسيح يعتبر مقبرة كبيرة أو مدفن كبير. ليه؟ كل واحد بيدفن اللي قبله خلاص من جيل إلى جيل فالحكاية كلها أموات في أموات فاسمها كورة الموت. الكورة اللي هي القرية الكبيرة اللي اسمها الدنيا دي اسمها كورة الموت وظلاله. حتى تاني تقال لك ظل الموت زي ما قالها داود النبي في مزمور الراعي أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت. إيه وادي ظل الموت؟ الدنيا دي. الدنيا دي كلها اسمها وادي ظل الموت لأن بيضلل عليها الموت. الموت الكئيب ده مضلل على الدنيا لأنه كله بيموت. طب إيه اللي يدخل النور في الظلمة دي كلها؟ نور الحياة الأبدية. من هو الحياة؟ المسيح قال أنا هو الحياة. فلما المسيح دخل العالم أشرق علينا نور. فيقول الجالسون في كرة الموت وظلاله يعني ناس مستنية دورها تموت في ظل الموت عايشين أشرق عليهم نور. خلاص نور القيامة نور الحياة الأبدية. مش خايفين من الموت، مش خايفين من شوكة الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوي؟ كل ده يتقال لأن المسيح دخل وجاب الحياة الأبدية وآمن الموت وبموته داس الموت فأشرق علينا نور. عشان كده بنقول له أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي للعالم. الإنسان يجي للعالم يحس أنه ظلمة يتولد الولادة الجديدة في المعمودية ويقوم مع المسيح الدنيا تنور تبقى الدنيا بالنسبة له منورة مش ظلمة زي الأول. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ربنا يسوع له المجد بدأ يكرز. يكرز ويبشر يعني إيه؟ يعني بيقول حاجة حلوة. كلمة كرازة أو بشارة معناها خبر حلو. ايه الخبر الحلو؟ ملكوت السماء جه او قرب. طب جه ازاي؟ ما هو المسيح هو الملك. فالمسيح الملك منين ما يجي؟ يجي ملكوته معاه. المسيح بيجي بملكوته لان ملكوته فيه. فربنا يسوع كونه جه الدنيا دي يبقى دخلنا على الملكوت، يبقى ملكوت السماوات داخل على ملكوت الارض، اصلح السماوين مع الارضيين. إنما مفتاح الدخول للملكوت كلمتين، التوبة والإيمان. توب عشان تتنقل من ملكوت الأرض لملكوت السماوات، وصدق آمن أن المسيح ملك ولو ملكوته عشان تدخل في ملكوته. بعد كده تدخل بقى من باب الملكوت المعمودية والميرون تعيش
غذاء الملكوت خبز الحياة جسد ربنا ودمه، تتغذى بكلمة ربنا غذاء الملكوت، تتبع الملك المسيح الملك الجديد بتاعك، كل ده اسمه الملكوت. وملكوت السماوات مش مملكة على الأرض ليها أسوار وليها جيش وليها وزراء، لا، ملكوت السماوات ملكوت سري داخلي. ها ملكوت الله داخلكم. يعني ايه؟ يعني الملكوت يدخلك وتفضل مصري طبيعي وراجل وطني وليك انتماءك وموظف حلو في المجتمع وامين في حياتك، انما جواك ملكوت الله. فملكوت السماوات يدخل جواك، ولما يدخل جواك انت تتسجل في الملكوت، لما تسيب الدنيا دي تطلع على ملكوت السماوات اللي هو بعد بقى الحياة دي. فربنا يسوع جاي يقول خبر حلو. ايه الخبر الحلو؟ قد اقترب ملكوت السماوات، او قد اقبل ملكوت السماوات. ما عادش الملكوت حلم بعيد، نطلع فين من كورة ظلال الموت دي، نخلص ازاي من هم الحياة دي، من ينقذنا من جسد هذا الموت، مين يطلعنا من ملك الارض وغلبه. في ملكوت تاني، ومش محتاج تسيب الدنيا عشان تدخله. هو جالك جزاجي عن طريق الملك صاحب الملكوت. تدخل في المسيح والمسيح يدخل فيك، يبقى دخلت في الملكوت والملكوت دخل فيك. وساعتها يبقى ملكوت الله داخلكم، تعيش عيشة غير الناس، تبقى عندك فرح وعندك سلام وعندك بر، لأن ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. تأكل زي الناس، أقل من الناس، تلبس زي الناس، أقل من الناس، حاجات ما تفرقش كتير، إنها في الآخر جواك سر مش في الناس، هو سر الملكوت. بس ربنا يسوع بيقول ايه؟ توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. عاوز تذوق طعم الملكوت، عاوز تذوق طعم السما من دلوقتي، عاوز تذوق يعني ايه بر وسلام وفرح، يلا توب. توب يعني غير اتجاهك، بلاش تجري ورا الدنيا دي. الشيطان بيقول لك اعطيك هذه جميعها، كل اغراءات ارضية، كل هذه الحجارة ان تصير خبزا، هتنزل الى اسفل، ارمي نفسك لاسفل، سيبك بقى من الكلام ده وتعال ندور على الملكوت. ملكوت ده كله صلاة، كله حب، كله خدمة، كله قداسة، كله بساطة، كله طهارة. امشي ورا ربنا يسوع يعلمك سكة الملكوت. فتوبوا يعني سيب حياتك الاولانية وتعال ابتدي حياة جديدة، غير اتجاهك، كفاية اللي فات. وربنا يسوع له المجد، جايب ملكوته وجايب مع الملكوت الغفران، يعني ممكن كل اللي فات هو يدفع ثمنه، هو يبقى مسؤول عنه، هو يشيله من حسابك، فتبدأ إنسان جديد نقي كأنك مولود ولادة جديدة عشان تحيا حياة جديدة تبع الملكوت الجديد. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وربنا يسوع لما جه ما كانش الغرض بس يعمل معجزات، وما كانش الغرض فقط، طبعا الفداء أساسي جدا في رحلة المسيح له المجد، لأنه جاي يموت عننا ويفدينا ويقوم ويغلب لنا الموت، لكن أيضا كان جاي يأسس الملكوت على الأرض، يدخل الملكوت في قلوب أولاده. والملكوت ده دخل بالروح القدس بعد الفداء، امتلأنا من ملكوت الله، وبقينا كل صلوة نقول ليأتي ملكوتك. صحيح هو جوه عايزين يكبر، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني نفسنا رب زي ما أنت بتملك في السماء تملك جوانا وتملك حوالينا، وتبقى الأرض اللي مليانة ضلمة دي تنور، ويبقى القلب اللي مليان ضلمة دي ينور، ويبقى القلق دي يروح ويحل مطرحه سلام، والكراهية تروح ويحل مطرحها حب، والخوف يروح ويحل مطرحه ثقة. كل ده اسمه ملكوت السماوات. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين. ربنا يسوع كان في الأول بيمشي ناحية البحر وماشي لوحده، والناس بتمشي وراه تسمع الوعظ بتاعه، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. لكن ربنا يسوع بحكمته رتب أنه يبقى له تلاميذ من البداية، لأن هو عاوز إحنا نقوم بالمهمة بعده، إحنا كتلاميذ بداية من التلاميذ القديسين الكبار والرسل الأطهار، يجي كل أولاده يحملوا الرسالة معاه،
زي ما قال أنا نور العالم، قال أنتم نور العالم، كملوا النور زي شمعة واحدة تولع منها آلاف الشموع، فربنا يسوع هو مصدر النور، إنما احنا من نوره بناخد. فيبقى أنت في موقعك بعد كده تكمل الرحلة والرسالة اللي ابتداها المسيح على الأرض، أبصر عليهم نور، أنت مسؤول عن الحتة دي دلوقت. فعشان كده ربنا يسوع ابتدى يختار، وبحكمة ربنا لو كان اختار ناس مؤهلة موهوبة شخصيات معروفة كان طبيعي كل واحد فينا يقول واضح ان انا منفعش اشتغل مع ربنا. انما ربنا يسوع من البداية اختار عينات قد تكون اقل عينات في المجتمع، يعني ما اختارش حتى ناس حافظين العهد القديم زي الجماعة الكتبة والفريسيين بتوع اورشليم، وما اختارش ناس علماء وفهماء دارسين يوناني وفلسفة الا يعني في اقل الاقيال قليل بعد كده زي بولس ولوقا. انما التلاميذ ال 12 شوية جماعة بسطاء يهود من الجليل، يعني مستوى تعليم ضعيف، مستوى خبرات محدود، اشغال كلها بسيطة، متواضعين بطبعهم في حياتهم، وقال هشتغل بيهم. عشان زي ما قال واحد من القديسين يبان معجزة الكرازة، ان الكرازة تعود الى قوة الله مش الى شطارة الناس دول. لما شوف التلاميذ دول واللي عملوه في الدنيا يبقى محدش هيختلف على انه ده شغل ربنا، ده مش شغل بشر. لكن لو واحد كويس يقول معلش اصل فلان ده عمل وسوى، عمل وسوى ازاي؟ كي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الاقوياء، اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. حدش يقف قدام ربنا يقول له انا عملت، عملت ايه؟ انت بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. فشاف بطرس واندراوس ناس صيادين بسطاء مشغولين بالصيد وبيرموا شبك في البحر، فقال لهما هلموا ورائي فاجعلكما صياد الناس. يعني ربنا يسوع ممكن يجي الواحد جوه شغله ويكون مشغول بشغله بيرمي الشبك، عمال يفكر في السمك وفي الصيد وفي البيع وفي الشراء وفي الصيادين وفي الشغلانة يعني. وبعدين ربنا كده يدخل كده حياته وقلبه ويقول له ما تيجي تشتغل معايا، مش كفاية الشغلانة دي؟ في شغلانة أحلى، في رسالة أهم. صدقوني كلنا مدعوين أن نحمل رسالة المسيح، مش معناه كلنا لازم نسيب أشغالنا، بس كلنا لازم ننشغل برسالة أهم من صيد السمك. صيد السمك هو عملك العادي، لكن صيد الناس هي رسالتك في الحياة. صيد السمك ده يأكلك سمك، صيد الناس ده يديك طعم الأبدية. صيد السمك يجعلك واحد وسط شوية صيادين، إنما صيد الناس يخليك كوكب وسط الكواكب. صيد السمك له همومه ومشاكله وإحباطاته ساعة فوق ساعة تحت، إنما صيد الناس إيدك في إيد ربنا وإنت بتشتغل. شغلانة أحلى جدا. حد يكره يشتغل مع ربنا له المجد بنفسه؟ حاجة كبيرة قوي. وطبعا للوهلة الأولى أكيد سمعان واندراوس ما كانوش فاهمين يعني إيه صيد ناس، يعني هنعمل إيه بالظبط؟ قال لهم تعالوا أعلمكم. وبعد كده فضلوا 3 سنين يتعلموا من المسيح إزاي بيصطاد زكا وإزاي بيصطاد السامرية وإزاي بيصطاد كل واحد. فتعلموا الصنعة، هي صنعة زي أي صنعة، الصيد فن هم يفهموا فيه، صيد الناس فن هو يفهم فيه. فمن هنا جت فكرة التلمذة، هم كصيادين عارفين يعني ايه صبي صياد يركب مع القارب بتاعه ويقعد 2 3 سنين يشرب الصنعة. صيد الناس كده لازم تشرب الصنعة، تيجي تتعلم وتتلمذ وتعرف يعني ايه تصطاد ناس للملكوت. واذا كانت النفس غالية قوي يبقى صيد الناس ده حاجة غالية جدا، ده أغلى من تجارة الذهب ومن أي حاجة غالية في الدنيا. وده اللي قاله المسيح بعد كده لما قال يشبه رجلا يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن مضى وباع كل شيء واشتراه. هم عملوا كده، لقوا شغلانة أغلى من أي حاجة، لقوا رسالة في الحياة أقيم جدا من أي رسالة، فسابوا كل اللي في أيديهم وراحوا يقتنوا هذه الرسالة المهمة. احنا بنزعل على شوية سمك،
مرة الشبكة مليانة ومرة الشبكة فاضية ومرة الشبكة نص نص، مرة الشبكة اتقطعت، مرة القارب اتخرم، مرة الصيادين اختلفوا، والعمر عمال يتهدر ويضيع. وربنا يسوع واقف على البحر بيقول هلم ورائي أجعلكما صيادي ناس. سيبكوا بقى من الشغلانة دي، خلينا نكبر عن الحاجات دي، في حاجات أهم. العمر فيه كام سنة عشان يضيع في صيد سمك؟ وبعد كده تشوفوا بقى العز بقى منين ما يحتاجوا يلاقوا السمك جاهز وسمك مشوي، لأن ربنا يسوع له المجد عاوز يقول لهم اللي اشتغل معايا مش معناه مش هيطول السمك، ده السمك ده مش هيفكر فيه خالص. فللوقت ترك الشباك وتبعه. مشكلتنا أحيانا ما عندناش حتة فللوقت دي. الواحد يسمع الكلمة يقول طيب لما خلص معاش، لا خسارة. طيب لما عدي سن كذا، طيب لما خلص المشروع اللي في ايدي، طيب لما جوز العيال، طيب لما، طب وبعدين؟ يبقى انت فهمتش المطلوب، ما قدرتش الرسالة، ما عرفتش قيمة اللي بيتقال. انما دول مع بساطتهم كان قلبهم صح. فللوقت ترك كل شيء وتبعاه. تركوا بقى مراكزهم كصيادين، شبكة، سمك، قارب، عمال، مش مهم، مش مهم اي حاجة، في موضوع اهم. وتبعاه يعني هنمشي وراك. وتعلمنا ايه حكاية صيد الناس دي اذا كانت حاجة مهمة كده. وتاخدوا بالكم ما كانش في اي وعود، يعني ربنا ما قال لهمش مثلا هديكوا تأمينات ومعاشات لو اشتغلتوا معايا في صيد الناس، هعمل لكم مراكز على الارض يبقى ليكوا اسم وبتاع. هم اساسا مش فاهمين بيتكلم في اي صيد الناس دي، لكن هم حبوا ربنا وعجبهم ربنا يسوع ومصدقين كلامه الحلو البسيط ده، فترك كل شيء وتبعه. الاستبياع اللي عملوه التلاميذ ده هو اللي خلاهم النهارده قديسين كبار. مين ما يعرفش القديس بطرس والقديس اندراوس؟ التاريخ كله يذكر عظمتهم، وهم ابتدوا صيادين اتجسر واقول نكره، لان معلمنا بولس قال عليهم كده، علينا على المبتدئين دول كلهم، قال مصدره وغير موجود. كانش ليهم وجود في مراكز الناس وفي أسمائها، ايه وجودهم دول؟ انما النهاردة اثبتوا وجودهم ليبطل بهم الموجود، لانهن كل مجد وكرامة الى الابد. امين.